بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عندنا محاضرة في موضوع الـ Generator Protection. طبعا المحاضرة اللي فاتت كانت عن الـ Transformer Protection من ضمن التطبيقات اللي احنا بناخدها في الـ Applications على الـ Protection، والنهاردة عندنا هيبقى الموضوع على الـ Generator Protection. طبعا most AC Generators above 1000 كيلو فولت امبير are equipped with differential protection arranged to trip if the currents at the two ends of each phase winding differ. معظم المولدات اللي هي الريتنج بتاعتها اكتر من 1000 كيلو فولت امبير، اللي هي 1 ميجا يعني، طبعا بتبقى مزوده بديفرنشال بروتكشن، وهنشوف الرسمه بتاعته في السلايدز اللي جايه. الديفرنشال بروتكشن بيبقى وظيفته ان هو بيتحط على الوايندنج بتاع الملفات بتاعت الجنريتور، بحيث انه لو الكرنتس، طبعا بيبقى فيه كرنت ترانسفورمرز في الطرفين زي ما احنا عارفين في الديفرنشال بروتكشن، او في طريقه الميرز برايس اللي احنا خدناها في الترم الاولاني. لما بيبقى فيه فولت في الوايندنج، هنلاقي انه الكرنتس بتختلف من في الطرفين، وبالتالي الريليز بتعمل تريب. هنشوف دلوقتي الدايجرام بتاع الميرز برايس ديفرنشال بروتكشن اوف جنريتور. ده الميرز برايس ديفرنشال بروتكشن اوف ا 3 فيز جنريتور. زي ما احنا شايفين كده في الوسط في الجنريتور الوايندنج بتاعته اللي هي الملفات جوه المربع اللي هم المكتوب عليه جنريتور. في على الشمال عندنا 3 كارنت ترانسفورمرز متوصلين ستار، وفي على اليمين 3 كارنت ترانسفورمرز متوصلين ستار، والثلاثه كارنت ترانسفورمرز اللي على اليمين مع اللي على الشمال متوصلين من خلال البايلوت وايرز اللي هم عليهم الشكل اللي هو الدايره دي البيضاويه اللي هي الفور كور بايلوت كيبل. وطبعا الثلاثه ريليز اللي هم موجودين عندنا للثلاثه فيزس، النقطه الكومن بتاعتهم الستار بوينت متوصله بالكومن بتاع الكرنت ترانسفورمرز اللي هم على الطرف اليمين والشمال، وريليز تحت. طبعا كل ريلي موجود ليه ريلي كونتاكت ومتوصل على ستيشن باتري، وبعدين التريب كويل والسيركت بريكر. كمان في الطرف اللي على الشمال في النيوترال بوينت بتاع الجنريتور متوصل عليها ايرثينج ريزيستنس، دي وظيفتها انها تعمل ليميتنج للشورت سيركت كارنت، وهنتكلم عليها في السلايدز اللي جايه. يبقى ده شكل الديفرنشال بروتكشن بطريقه الميرز برايس للثلاثه فيز جنريتور. نفس الرسمه موجوده عندنا هنا، بس في شويه تفاصيل كده هنتكلم عليها، اللي هي احنا عندنا there are two sets of the three current transformers, one set being mounted on the neutral connections اللي هي على الشمال، الست اللي على الشمال، and the other being mounted in the switch gear equipment اللي هي على اليمين اللي هي متوصله ناحيه السويتش جير. يبقى احنا ثلاثه current transformers، عندنا two sets، ثلاثه current transformers على الشمال متوصلين بالنيوترال بوينت بتاعت الجنريتور، وثلاثه current transformers على اليمين متوصلين بالسويتش جير او ناحيه السويتش جير. Thus not only are the machine windings within the protected zone but also the external connections to the switch gear. يعني الماشين بس مش بس الماشين هي الماشين ويندنج هي within البروتكتد زون، لكن كمان الاكسترنال كونكشن داخله جوه البروتكشن زون. The two sets of current transformers are connected in a star and a four core pilot cable joins the two sets. زي ما احنا قلنا انه المجموعتين الكرنت، ثلاثه كرنت ترانسفورمرز اللي على الشمال وثلاثه كرنت ترانسفورمرز اللي على اليمين متوصلين ستار، وبيربطهم مع بعض عباره عن فور كور بايلوت كيبل بيربط المجموعتين. The relay coils اللي هم موجودين تحت دول are also connected in the star point being connected to the star point of the current transformers. نفس الستار بوينت بتاع الثلاثة ريليز اللي هم للثري فيزز متوصلة بالستار بوينت بتاعة الكرنت ترانسفورمرز اللي هي الكومن ما بين الثلاثة كرنت ترانسفورمرز اللي على الشمال والثلاثة كرنت ترانسفورمرز اللي على اليمين.
طبعا يمكن الرسمه اللي فاتت برضو هي نفس الكلام. هنا برضو الميرز برايس ديفرنشال بروتكشن للجنريتورز، الرسمه دي اوضح شويه. زي ما احنا شايفين برضو فعلا في 3 كارنت ترانسفورمرز على الشمال، 3 كارنت ترانسفورمرز على اليمين، متوصلين من خلال البايلوت وايرز، والنيوترال بوينت للكارنت ترانسفورمرز متوصله بالنيوترال بوينت بتاعت الريليز اللي هم متوصلين ستار، اللي هم الريليز R1 وR2 وR3 للثلاثة فيزز. واضح طبعا ان هنا الوايندنج بتاعت الجنريتور او الالترنيتور لو حصل فولت، سواء ما بين فيزة والارض او ما بين فيز تو فيز، يبقى الكرنت في الناحيتين في الكرنت ترانسفورمرز ما بيبقاش ايكوال، وبالتالي بيمشي كرنت في الريليز اللي هي اللي تحت وبيحصل التريب. زي ما قلنا على الشمال بيبقى موجود فيه ايرثنج ريزيستنس متوصله بالنيوترال بوينت بتاعت الجنريتور عشان تعمل ليميتنج للشورت سيركت كارنت، وهنشوف الايفكت بتاعتها في السلايدز اللي جايه. طبعا الاوبريشن ذا سيركت شون ان فيجر از ذا سمبلست فورم اوف ذا بريفيوس فيجر. هنا طبعا الرسمه اللي على اليمين دي اللي احنا شايفينها عباره عن رسمه مبسطه للشكل السابق، ان احنا عندنا 3 كارنت ترانسفورمرز على اليمين اللي هم سي تي 1، على الشمال اللي هم سي تي 1، و3 كارنت ترانسفورمر على اليمين اللي هم سي تي 2، ومتوصلين بالريلي كويلز اللي هم ار 1 وار 2 وار 3 للثلاثه فيزس اللي هم الار والواي والبي. لما الكارنتس بيختلف اللي بيقيسوا الكارنت ترانسفورمرز نتيجه حدوث الفولت، فبيمشي كارنت في اي من الريلي كويلز اللي هي اللي موجوده تحت. في النورمال كونديشن او النورمال اوبريشن ذا كارنت ات بوث اندز اوف ايتش وايندنج از ذا سيم اند ذيرفور زيرو كارنت ويل فلو ان ذا ريليز. طبعا في النورمال اوبريشن بيكون الكارنت في الطرفين بتاع الطرفين في الكارنت ترانسفورمرز زي بعض، وبالتالي مفيش كارنت بيمشي في الريليز عند الثلاث نقط اللي هم متوصلين بار 1 وار 2 وار 3، مفيش كارنت بيمشي في الريلي نتيجه انه مفيش فولت. When an earth fault or phase to phase fault occurs، لو حصل earth fault يعني ما بين فيزا والارض سواء الار او الواي او البي، او لو ما بين فيزا والثانيه، this condition no longer holds and the differential current flowing through the relay circuit operates the relay to trip the circuit breaker. طبعا لما بيحصل فولت سواء كان ايرث فولت او فيز تو فيز فولت، يبقى في الكونديشن مش هيتحقق، وبالتالي الكرنت ترانسفورمرز اللي على الشمال ولا على اليمين قيمه التيارات اللي ماشيه فيهم هتبقى مختلفه، وبالتالي عند النودز اللي هي متوصله بار 1 وار 2 وار 3 هيبقى في تيارات ماشيه، وبالتالي لما يمشي تيار في الريلي كويل هيقفل الكونتاكتس بتاع الريلي كويل ويدي سيجنال للتريب سيركت بتاعت السيركت بريكر عشان يفتح الدايره. يبقى دي طريقه الميرز برايس ديفرنشال بروتكشن للجنريتور. احنا شفنا انه طبعا متوصل بالوايندنج بالنيوترال بوينت بتاعت الوايندنج الثلاثه فيز وايندنج ايرثنج ريزيستنس. عايزين نشوف ايه الايفكت اوف ايرثنج ريزيستنس اون ذا بروتكشن اوف جنريتور وايندنج. هنا عندنا دي رسمه عباره عن سنجل فيز لفيزه واحده، الفولتج اللي موجود على الفيزه اسمه في فيز، وفي فولت حصل عند قيمه معينه احنا مسمينها قيمه عند جزء معين من الوايندنج. الجزء ده الفولتج اللي موجود عليه هو عباره عن كي في فيز. طبعا كي بتبقى اقل من الواحد، يعني 70% 30% 15% وات ايفر يعني. وبعدين طبعا الوايندنج متوصله من الشمال بكرنت ترانسفورمر ومن اليمين بكرنت ترانسفورمر اللي هو اللي بيمشي فيه الاي اس السكندري كرنت اللي هو المينيمم كرنت تو اوبريت ذا ريلي. الكرنت بقى اللي هو اي بي اللي هو الفولت كرنت اللي هو بيمشي في الوايندنج لما يحصل فولت، وبيكمل في الارض وبيمشي كمان في الايرثنج ريزيستنس اللي هي موجوده، يعني لانها متوصله بالارض، فبالتالي المسار بتاع الكرنت اي بي اللي هو بيمشي في الفيز وايندنج وبيكمل في الايرثنج ريزيستنس، وعلى لانه نيوترال بوينت متوصله بالوايندنج. برضو دي نفس الرسمه،
لو افترضنا انه البرايمري كارنت المينيمم كارنت ريكوايرد تو اوبريت ذا ريلي اي اس، طبعا هي مكتوبه هنا كابيتال، هي المفروض اي سمول حسب الرسمه، اي اس سمول، ذيس ويل بي ذا سكندري كارنت ان ذا كارنت ترانسفورمر اللي هو الاي اس. الكورسبوندينج برايمري كارنت اللي هو الاي بي. الريليشن ما بين الاي اس والاي بي depends on the turns ratio of the current transformer. طبعا العلاقة ما بين IS و IP بتعتمد على ال turns ratio بتاعت ال current transformer. لو الفولت حصل عند K percentage of the phase winding from the neutral point, then the voltage which will cause the fault current to circulate will be K V phase. يبقى احنا لو الفولت حصل، الفولت حالة العطل حصلت عند K percentage من الفيز وايندنج، يعني الوايندنج كلها حصل عند جزء منها مقداره K percentage، الكي دي ممكن تبقى اي رقم 15% 20% 50%، يبقى الفولتج اللي موجود اللي بيسبب الفولت كارنت ان هو يعمل سيركيوليشن هيبقى عبارة عن K في V phase. لان احنا في معادله هناخدها دلوقتي هنشوف ايه العلاقه اللي بتربط ما بين الحاجات دي. assuming that this fault current is the minimum current required to operate the relay اللي هو الاي بي، ده الفولت كارنت ده اللي هو الاي بي اللي هو بيمشي في البرايمري وايندنج بتاع الكارنت ترانسفورمر هو المينيمم فاليو للكارنت اللي هي بتشغل الريلي، لانه طبعا لما الكرنت ترانسفورمر يعمل الترانسفورميشن ريشيو يبقى الاي اس اللي هو ايه بيمشي في الريلي ويشغلها، ده المينيمم كرنت تو اوبريت ذا ريلي. لو جينا برضو هنا اهوت بنفس الرسمه شفنا الاي بي ده بيساوي كام، الاي بي ده هيبقى بيساوي كي في فيز اللي هو الفولتج اللي موجود على ار المسار بقى اللي بيمشي فيه زائد كي في زد، حيث الزد دي اللي هي عباره عن الامبيدنس اوف ذا وايندنج متاخد منها جزء اللي هو كي، ده هينجمع على الار يبقى ده كانه ايه التوتال امبيدنس بتاع السيركت، يبقى الاي بي بيساوي كي في فيز على الار زائد كي زد، الزد اللي هي الامبيدنس بتاع الوايندنج، يبقى لو كانت الوايندنج امبيدنس زد نيجلكتد يبقى كانه الاي بي هيساوي كي في فيز على ار. يبقى لو خدنا بالنا it can be seen that the higher value of r the larger K. طب احنا بنحط R ليه؟ بنحط R عشان نعمل limiting للشورت سيركت كارنت، لكن انا لو زودت ال R يبقى ده معناها انه قيمة ال K هتزيد، كل ما ال higher value of R بتبقى موجودة يبقى في larger K، يبقى the larger unprotected part of the winding يبقى بيكبر القيمة بتاع الجزء اللي هو unprotected من ال winding، لان كل ما بنزود ال R كل ما بتزيد الكي. فاذا كان الاي بي ثابت اللي هو المينيمم كارنت تو اوبريت ذا ريلي، يبقى لو الار زادت انا بزود الريزيستنس عشان اعمل ليميتنج للشورت سيركت كارنت، فبالتالي بيزيد معاها الكي وبالتالي بيزيد قيمه الجزء اللي هو ان بروتكتد للوايندنج. الجزء ده عليه مسالتين هناخدهم دلوقتي او هنشوفهم في الجزء ده بتاع الجنريتور بروتكشن. طبعا هنا المساله الاولانيه اللي هو الامباكت اوف ايرث ريزيستنس، لو عندنا ستار كونكتد، الاكزامبل بيقول ستار كونكتد 3 فيز 10 ميجا فولت امبير 6.6 من 10 كيلو فولت الترنيتور is protected by Merz price circulating current principle using الف على 5 امبيرز current transformers. يبقى عندنا current transformers الترنز ريشيو بتاعتها الف على 5. The star point of the alternator is earthed through a resistance of 7.5 ohm. ال star point بتاع الجنريتور متوصله او متقرضه عن طريق ريزيستنس مقدارها 7.5 اوم. If the minimum operating current for the relay is 0.5 امبير يبقى الاي اس عباره عن نص امبير.
calculate the percentage of each phase of the stator winding which is unprotected. يعني عايز يحسب نسبة الـ K against earth faults when the machine is operating at normal voltage. فهنا هو مسمي الـ K مسميها الـ X مسميها فمسميها الـ X percentage of the winding to be اللي هو unprotected. احنا كنا بنسمينا في السلايد اللي فاتت اللي هي الـ K. فالإيرثنج ريزيستنس R بتساوي 7.5 والفولتج بير فيز الـ V فيز بيساوي 6.6 في 10 أس 3 على جذر 3 طبعا عشان ده الفيز فولتج. بنقسم قيمة الفولتج اللاين اللي هو 6.6 كيلو فولت على جذر 3 تطلع 3810 فولت. المينيمم فولت كارنت ويتش ويل اوبريت ذا ريلي اللي هو بقى بيساوي كام؟ طبعا عندنا ناخد النص امبير اللي هو عباره عن الاي اس اللي هو موجود جيفن في المساله الاي سكندري بتاع الكارنت ترانسفورمر واضربه في 1000 على 5 اللي هي الترنز ريشيو بتاعه الكارنت ترانسفورمر يطلع لي 100 امبير. يبقى الاي ام اف ان اكس برسنتج وايندنج هيبقى عباره عن في فيز في اكس على 100 اللي هي 3810 الفي فيز في اكس على 100 يبقى 38.1 اكس فولت. الارث فولت كارنت ويتش اكس برسنتج وايندنج ويل كوز يبقى اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن الفولتج اللي موجود اللي احنا كنا بنقول عليه كي في فيز او اكس في فيز اللي هو 38.1 اكس على الار اللي هي على 7.5. هذه القيمه اللي هو قيمه الارث فولت كارنت لازم بتساوي ال 100 امبير. يبقى 38.1 اكس على 7.5 هيساوي ال 100. نقدر نطلع منها قيمه الاكس هيطلع انه الاكس بتساوي 19.69% يبقى البرسنتج من الوايندنج اللي هي الان بروتكتد حوالي 19.69% of alternator winding is left unprotected. دي المسألة الأولانية اللي هي برضو بتتعرض للموضوع بتاع الإيرث الإمباكت أو الإفكت أوف إيرث ريزيستنس. المسألة الثانية برضو زيها وشبيهة بالمسألة اللي فاتت 10 ميجا فولت أمبير 6.6 كيلو فولت 3 فيز ستار كونكتد ألترنيتور إز بروتكتد باي Merz price circulating current system differential protection. If the ratio of the current transformer alpha على 5, the minimum operating current of the relay 75 ampere and the neutral point earthing resistance is 6 ohm. المطلوب calculate the percentage of each of the stator winding which is unprotected against earth faults when the machine is operating at normal voltage. مطلوب نحسب النسبة اللي هي بتاعت الستيتر وايندنج نسبة الاكس او الكي اللي هي للوايندنج الان بروتكتد حسب المعلومات الموجودة. وبعدين بيقول لك طبعا هنا كان حاطط لك انه الارثنج ريزيستنس بستة. الجزء الثاني من المسألة بيقول لك عايز تحسب المينيمم ريزيستنس تو بروفايد بروتكشن فور 90% اوف ذا ستيتر وايندنج. يعني معناها هات لي قيمة الار اللي تعمل لنا بروتكشن ل 90% من الستيتر وايندنج. يعني قيمة الاكس برسنتج او الكي برسنتج كانها كام؟ كانها 10%. فادي الحل بتاع المساله. لو عندنا قلنا ان اكس برسنتج للوايندنج ان بروتكتد الايرثنج ريزيستنس ار بتساوي 6 اوم الفي فيز اللي هو 6.6 في 10 اس 3 على جذر 3 اللي هو 3810 فولت. المينيمم فولت كارنت ويتش ويل اوبريت ذا ريلي بناخد ال 75% امبير اللي هو الاي في السكندري بتاع الكارنت ترانسفورمر اضربه في الترنز ريشيو اللي هي 1000 على 5 يدلنا 150 امبير. يبقى هنقول برضو انه ال 150 امبير ده هيساوي قيمه الفي فيز او الاكس في فيز على قيمه الريزيستنس الايرثنج ريزيستنس اللي هي 6. يبقى عندنا الاكس في فيز اللي هو 38.1 اكس فولت هنقسمها على الار اللي هي 6. الكلام ده بيساوي ال 150 امبير هنطلع منها الاكس اللي هي البرسنتج للوايندنج اللي هي الان بروتكتد. يبقى هتطلع الاكس بتساوي 23.6%. الجزء الثاني في المساله هو مش مدينا الار الارثنج ريزيستنس لكن بيقول لي انه انا عايزك يكون 90% من الوايندنج بروتكتد. يبقى
لو قلنا let R ohms be the minimum earthing resistance required to provide protection for 90% of the stator winding, يبقى ده معناها انه 10% winding would be unprotected, يبقى كأنه الاكس بتساوي 10%. يبقى ده معناها انه ال 150 امبير هتساوي 38.1 في اكس اللي هي 10% على الار اللي هي مجهولة بالنسبة لنا. كده هنطلع منها قيمة الار اللازمة ليه عشان تدلنا انه 90% من الوايندنج تبقى بروتكتد, يعني 10% ان بروتكتد, وبالتالي طلعنا قيمة الار اللي هي طلعت عندنا هنا في المسألة دي 2.54% مع الاحتفاظ بقيمة الشورت سيركت كارنت اللي هو 150 امبير في الحالتين. طبعا هو ما جابلناش سيرة المسألة انه الكارنت اتغير, لكن ايه هو بيقول هنا, بس عايز يقول انه قيمة الجزء من الويندنج اللي هو حصل له بروتكشن زاد نتيجة ان احنا قللنا الايرسينج ريزيستنس, وده كلام فعلا صح, لان انا قلت لكم في السلايد اللي قبل اللي فاتت انه كل ما قيمة الكي او كل ما قيمة الار بتزيد كل ما قيمة الكي بتزيد اللي هو الجزء من الويندنج اللي بيبقى unprotected. تمام. طيب بعد كده بقى عندنا differential protection including earth fault protection. In certain cases due to special applications the earthing resistance is of a high ohmic value and limits the earth fault current to a value less than the full load current of the generator. In such cases revised relay connections are sometimes used so as to obtain reduced fault fault settings under earth fault conditions. هنا بيقول انه في بعض الحالات في بعض التطبيقات الايرثنج ريزيستنس بتبقى قيمتها عاليه جدا فبتعمل ليميت للايرث فولت كارنت لقيمه بتكون اقل من الفول لود كارنت بتاع الجنريتور. في الحالات دهيت لازم يتعمل ريفايزد ريلي كونكشن, يعني يتعمل توصيلات, يعني يتم مراجعه التوصيلات بتاع الريلي كونكشنز عشان نقدر نحقق تو اوبتين ريديوسد فولت سيتنجز under earth fault condition عشان اقدر احقق او اصل او اوصل ل reduce the fault setting, قيمة الفولت كارنت قليلة في حالة الـ earth fault condition. لو شفنا الرسمة دي برضو هنا عندنا ادي الجنريتور وعندنا ثلاثة current transformers اللي هم على اليمين وفي current transformer واحد على الشمال. الكارنت ترانسفورمر واحد ده بيجمع سيجما الكارنتس, وعندنا طبعا الارسنج ريزيستنس, وعندنا شايفين ان الثلاثه كارنت ترانسفورمرز اللي هم على اليمين متوصلين الطرفين بتوعهم متوصلين بالطرفين بتوع الكارنت ترانسفورمر اللي على الشمال. هنا عندنا اندر نورمال اوبريتنج كونديشنز ذا كارنتس فلوينج in the alternator leads and hence the current flowing in the secondaries of the line current transformers add to zero and no current flows through the relay. Also under these conditions the current in the neutral wire is zero and the secondary of neutral current transformer supplies no current to the relay. ده في normal condition طبعا ما بيبقاش في current بيمشي في الريلي لانه signal currents في الثلاثة current transformers اللي على الشمال بيساوي signal current current transformer اللي على اليمين. If an earth fault develops at F2 external to the protected zone, لو شفنا حالة F2 الفولت اللي حصل بره ال protected zone اللي هي بتحدد بأماكن ال current transformers, لو F2 حصل اللي هو external to the protected zone, the sum of the currents at the terminals of the alternator is exactly equal to the current in the neutral connection and hence no current flows through the relay. لو حصل فولت F2 بيكون الكرنتس في ال CT اللي على الشمال بيساوي المجموع الثلاثة كرنتس اللي هم موجودين على اليمين وبالتالي ما بيمشيش كرنت في الريلي, فالفولت اللي هو F2 ده يعتبر external fault والريلي ما بتشتغلش ما بيمشيش فيه اي كرنت. لكن لو في earth fault حصل اللي هو F1 when an earth fault occurs at F1 or within the protected zone, these currents are no longer equal and the differential current flows through the operating coil of the relay
the relay then closes its contacts to disconnect the alternator from the system. لما بيحصل فولت اف 1 يبقى ما بيبقاش في بالانس ما بين الكرنتس اللي هم اللي موجوده في الكرنت ترانسفورمر اللي على الشمال والثلاثه كرنت ترانسفورمر اللي على اليمين، وبالتالي بيحصل فلوينج للكرنت في الريلي كويل، وبالتالي الكونتاكتس بتقفل وتعمل انرجايزيشن للتريب سيركت. يبقى هنا لو الفولت اف 2 اللي هو اكسترنال للبروتكتد زون الريلي ما بتشتغلش، انما لو فولت اف 1 الريلي بتشتغل. برضو هنا الديفرنشال بروتكشن مع ايرث ليكج بروتكشن اوف ذا جنريتور. هنا عندنا في الرسمه دي نفس يعني نفس الرسمه بتاع الديفرنشال بروتكشن اللي احنا شفناها قبل كده، لكن مع الفرق انه هنا عندنا الثلاثه ريليز اللي هم موجودين اللي هم على الثلاثه فيزز، كمان في النيوترال بوينت بتاعت الثلاثه ريليز متوصل عليها كويل تاني اللي هو بتاع الريلي فور فيز اند ايرث فولتس اللي هو الاي الرمز بتاعه اي اللي هو عباره عن متوصل بالنيوترال بوينت بتاع الثلاثه ريلي كويلز بتاعت اللي هم للثري فيزز. لكن احنا عندنا شايفين هنا كمان موجود حاجه اسمها ار، ار دي طبعا عباره عن ليميتنج ريزيستنس غير الايرثنج ريزيستنس الموجود على الشمال، دي ليميتنج ريزيستنس برضو لحاله الشورت سيركت كارنت وكده، او بيسموها بالانسنج ريزيستنس. هنا عندنا الاو اللي هي الفيز فولت ريلي الاوفر كارنت ريليز اللي هي الاو، والاي اللي هي الايرث فولت ريلي. هنا بقى في السيستم ده لو حدث فولت ما بين الفيزز فيز تو فيز، او حصل فولت ما بين الفيز والارث، يبقى باي من الريليز اللي هي الموجوده اللي هي الاو او الاي بتعمل تريب، وبالتالي الريلي كونتاكتس بتقفل وبتدي سيجنال للتريب سيركت بحيث انها تفتح الدايره عن طريق السيركت بريكر. هنا عندنا برضو شوية أشكال للبيزك فورمز أوف إيرث فولت بروتكشن. زي ما احنا شايفين كده على الشمال في عندنا كارنت ترانسفورمر والتلاتة فيزس اللي هم الار والواي والبي ماشيين، دول كأنهم البرايمري بتوع الكارنت ترانسفورمر، والسكندري اللي هو متوصل عليه الريلي. في حالة البالانس السام اوف كارنتس بيساوي زيرو، وبالتالي نو فلكس ونو اي ام اف اون ذا سكندري. برضه نفس الكلام بالنسبة للرسمة اللي على اليمين، بس ده كان ترانسفورمر مربع وده كان مدور، والتلاتة فيزس اللي هم الار والواي والبي اللي هم موجودين على البرايمري بتاع الكارنت ترانسفورمر، والسكندري متوصل عليه الريلي. طالما في بالانس يبقى السم بتاع الكارنتس بيساوي صفر، وبالتالي نو فلكس بيتولد في الكور، ومفيش اي ام اف في السكندري، يبقى مفيش كارنت هيمشي في الريلي. برضه نفس الوضع في الثلاث رسومات اللي تحت، اللي هو عندنا الثلاثة كارنت ترانسفورمرز اللي على الشمال في الرسمة سي ار واي وبي، والسكندري او الثلاثة كارنت الريلي متوصلة على السكندري بتاع الثلاثة كارنت ترانسفورمرز. لو السيجمال كارنتس ار واي بي بتساوي صفر، يبقى مفيش كارنت هيمشي في الريلي، انما لو في كارنت لو في فولت حصل في اي فيزه يبقى في كارنت بيمشي في الريلي. والرسمه دي برضو عندنا بدل ثلاثه كارنت ترانسفورمر عندنا اربعه، على ثلاثه على الوايندنج واحد كمان على النيوترال، وسيجمال كارنتس المفروض انها بتساوي صفر في حاله البالانس او حاله نو فولت، انما في حاله الفولت بيبقى سيجمال كارنتس لا تساوي صفر، بيمشي تيار في الريلي ويعمل والريلي تعمل الاكشن بتاعتها من ناحيه التريب. الريلي كونتاكتس بتقفل وتدي سيجنال للسيركت بريكر تعمل تريب للدايره في حاله حدوث الفولت. طبعا كل الكلام ده او كل اللي فات ده كان مرتبط بالديفرنشال بروتكشن للترانسفورمر في للجنريتور، لكن هنا بقى هل دي كل البروتكشن اللي حاصله للجنريتور؟ لا، في عندنا انواع اخرى من البروتكشن للجنريتورز هنستعرضها في السلايدز التاليه.
برضو هنا عندنا الجنريتور سيلف بالانس بروتكشن. هنا واضح انه الكرنت ترانسفورمر او الوايندنج بتاعت الجنريتور ملفوفه بحيث انه الكرنت ترانسفورمر البرايمري بتاعه يكون فيه رايح وراجع قد بعض في حاله النورمال كونديشن، الكرنت اللي هم الرايح والراجع قد بعض، فبالتالي بيلاشوا بعض ومفيش اي تيار بيمشي في الريلي. انما لو في اي فولت حصل في الوايندنج بنبص نلاقي ان التو كارنتس اللي هم بيمشوا في الكارنت ترانسفورمر مبيبقوش قد بعض، وبالتالي بيمشي كارنت في الريلي كويل لتحت وتقفل الكونتاكتس وتعمل انرجيزيشن للتريب كويل بتاعت السيركت بريكر. طبعا في عندنا هنا فوق ايرسينج ريزيستنس من فوق مكتوب عليها الان، او يعني طبعا كانها زي الايرسينج ريزيستنس الموجوده فوق بس طبعا مكتوب عليها ان عشان متوصله بالنيوترال. الانواع الاخرى بقى من انواع البروتكشن اللي هي خاصه بالجنريتور، في عندنا حاجه اسمها اللوس اوف اكسايتيشن بروتكشن. These relays will protect against varying degrees of abnormally low excitation by performing the following functions. في protection against loss of excitation. طبعا اي generator لازم يبقى ليه excitation. فلو حصل loss of excitation يبقى الجنريتور ما بيقومش ما بيدورش. او low excitation بنعمل له relay خاصة بيه اللي هي loss of excitation protection. الريليز اللي بتستخدم لهذا الغرض بتؤدي الوظائف التالية. أول حاجة altering the operator to any low excitation that could damage the machine or result in instability. إن هي بتنبه المستخدم أو المشغل إن في low excitation وده ممكن يؤدي إلى تدمير المشين أو بيؤدي إلى حالة الـ instability اللي هو عدم الاستقرار. الحاجة التانية altering the operator to a loss of field condition as early as possible giving him time to corrective condition. طبعا بتنبه برضو المشغل ان في loss of field وبالتالي بسرعة as early as possible وبتدي له فرصة ان هو يعمل corrective action. الحاجة الثالثة tripping the machine automatically in the case of potential system instability. لو حصل instability بتروح عاملة trip للماشين automatically على طول. يبقى دي loss of excitation protection. برضو loss of excitation protection لما المشين يحصل لها loss of excitation أو loss of field. machine loss of field can result from any of the following. من الحالات التالية loss of field أو loss of excitation ممكن ينتج من الحالات التالية loss of field in the main exciter, accidental tripping of the field breaker, short circuits in the field currents, poor brush contact in the exciter, field circuit breaker latch failure, loss of AC supply to the excitation system, reduced frequency operation when the regulator is out of service. في عندنا سبع حاجات بيؤدوا الى الماشين loss of field. في حاجة كمان عندنا بقى اسمها loss of synchronism او out of synchronism اللي هو فقدان التزامن. برضو في ريليز بتستخدم ل against loss of synchronism. The primary difference in the protection requirements between induction motors and the synchronous motors is the effect of the excitation system. الفرق الأساسي أو الرئيسي في الـ protection requirement الاحتياجات الوقاية بين الـ induction motor والـ synchronous motor هو الـ effect بتاع الـ excitation system. Loss of synchronism of a synchronous motor لما لو عندنا synchronous motor يفقد synchronization is the result of low excitation. ده نتيجة من low excitation فقد الفيلد. Exactly as with the synchronous generator. نفس الأمر بالنسبة زي synchronous generator. For large synchronous motors or condensers out of step protection
is applied to detect pull-out by counting the power reversals that occur as the poles slip. طبعا بيحصل حاجة اسمها out of step، وانا كانت رساله الماجستير بتاعتي والدكتوراه الاثنين كان في هذا الموضوع اللي هو الاوت اوف ستيب بروتكشن بتاع الجنريتور، انه بالنسبه للماشينز لو حصل اوت اوف سينكرونيزم بيطلع المكنه اوت اوف ستيب، وبالتالي بيحصل ريفرس للباور، وهنا من الضروري انه يحصل تريبنج او يحصل ديتكشن للحاله دهيت، وبالتالي لابد من التريب المكنه as fast as possible. بعد كده عندنا البروتكشن التالي في الجنريتور اللي هو الاوفرلود بروتكشن. الاوفرلود بروتكشن طبعا لو المكنة كانت متحملة زيادة يبقى بيحصل فيها اوفرلود، فموست لارج الاوفرلود ده على طول بيبقى انديكيشن للحرارة. فموست لارج جنريتورز ار ايكويبد وذ ريزيستنس تمبريتشر ديتكتورز ار تي ديز اللي هي ريزيستنس temperature detectors which may be used in a bridge circuit to provide sensing intelligence to an indicator or a relay. يبقى ال resistance temperature detector بيبقى عبارة عن في bridge circuit، دي عبارة عن وسيلة ذكية بتحس او بتدي indication للريلي ان في درجة حرارة عالية نتيجة الاوفرلود. This relay has contact opening torque when the resistance is low. لما تكون المقاومه منخفضه يبقى الكونتاكت اوبننج تورك موجود indicating low machine temperature، يعني بقى درجه الحراره قليله، وبالتالي بيبقى فيه low تورك والريزيستنس قليله. انما لما when the temperature of the machine exceeds 120 degrees centigrade، اما درجه حراره المكنه تزيد عن 120، ده نوع معين من الماكينات يسموه كلاس بي انسوليتنج ماشين، 120 درجه سنتيجريد، يبقى ده معناها انه في اوفرلود، البريدج بيكمز انبالانسد، قيمه الريزيستنس بتتغير اللي هي ريزيستنس تمبريتشر، لان الريزيستنس بتتغير مع درجه الحراره، فبيحصل انبالانس، يبقى البريدج زي بيحصل فيها انبالانس، وبتدي على طول انديكيشن للريلي ان هي الكونتاكتس بتاعتها تقفل، وبالتالي تعمل تريب للجنريتور نتيجه الاوفرلود. بعد كده عندنا الاوفر سبيد بروتكشن، طبعا دي كلها حاجات خاصه بالذات بالجنريتورز. الجنريتورز معرضه ان يحصل فيها اوفر سبيد. امتى بيحصل اوفر سبيد؟ الجنريتور اكسلريتس وين ات بيكمز سيبريتد فروم اتس لود، لما نشيل اللود السرعه بتزيد، الجنريتور بيبقى متحمل باللود، لو الجنريتور شلنا منه اللود سرعته هتزيد ويحصل له اكسلريشن. ذا اكسلريشن ديبيندز اون ذا انرشيا the load loss and the governor response. اي مكنه بيبقى فيها اي جنريتور لازم يبقى فيه سبيد جوفرنر اللي هو الحاكم بتاع السرعه. الاكسلريشن دي بتعتمد على الانيرشيا بتاعت المكنه واللود لوس اللود اللي فقدناه قد ايه والجوفرنر ريسبونس. عشان نحس بالاوفر سبيد a permanent magnet generator is often connected to the machine shaft to supply a voltage to the governor that is proportional to the speed. The governor اللي هو اللي بيتحكم في السرعة اللي هو speed governor may also be equipped with a speed responsive flyball mechanism. جزء ميكانيكي اللي هو flyball. Either the permanent magnet generator or the flyball mechanism can initiate prime mover control to remove power input and alleviate overspeed. ده بيعمل initiate prime mover control وعشان يشيل الباور انبوت ويعمل alleviate للاوفر سبيد، يعني يظبط السرعه الزياده. كمان في حاجه عندنا اللي هي الاوفر فريكوانسي ريلي، طبعا زياده السبيد مرتبطه بالفريكوانسي، لان احنا عارفين ان الفريكوانسي اللي هي او السبيد عباره عن في السينكرونس جنريتور اللي هي 60 اف على بي اللي هي number of poles او number of pole pairs. اوفر فريكوانسي يبقى لو السبيد زادت يبقى معناها في فريكوانسي، يبقى انا لو عندي ريلي بتعمل اوفر فريكوانسي او بتحس بالاوفر فريكوانسي، ان اوفر فريكوانسي كان بي يوزد تو سبلمنت ذيس اوفر سبيد ايكويبمنت.
الحاجة اللي بعد كده الاوفر فولتج بروتكشن. الاوفر فولتج بروتكشن is recommended for all hydroelectric or gas turbine generators that are subject to overspeed and consequent over voltage on loss of load. اول ما يحصل loss of load يزيد السرعة وممكن يحصل overspeed او over voltage. يبقى لازم يبقى في over voltage protection للنوع ده من المكنات اللي هو الهيدروإلكتريك او الجاس تربين جنريتور. This protection is often provided by the voltage regulating equipment. عن طريق الفولتج ريجوليتنج الاوتوماتيك فولتج ريجوليتور. اي سينكرونس جنريتور بيبقى فيه اكسايتر وفي اوتوماتيك فولتج ريجوليتور وفي سبيد جوفرنر. If it is not, it should be provided by an AC over voltage relay. This relay should have a time delay unit with a pickup at about 110%. الريلي اللي هي الاوفر فولتج ريلي بتبقى مزوده بتايم ديلي يونت والبيك اب بتاعها بيبقى عند 110% من الريتد فولتج and an instantaneous unit with pickup at about 130% to 150% of rated voltage. لو فيها instantaneous unit البيك اب بتاعها بيبقى 130 الى 150% من الريتد فولتج. Both relay units should be compensated against the effect of varying frequency. The relay should be energized from a potential transformer other than the one used for the automatic voltage regulator. الريلي دي بتبقى بيحصلها energization من potential transformer اللي هو بيحس لو حصل over voltage غير الايه الاوتوماتيك فولتج ريجليتور. Its operation should preferably first cause additional resistance to be inserted in the generator or exciter field circuit. Then if the over voltage persists, the main generator breaker and the generator of or exciter field breaker should be tripped. لو انه الاوفر فولتج بروتكشن احنا قلنا عليه ده ما حسش يبقى ده معناها ان وما زال الاوفر فولتج موجود يبقى المين جنريتور بريكر او الجنريتور بتاع او الجنريتور اور اكسايتر فيلد بريكر شود بي تريبت. بعد كده عندنا الاندر فولتج بروتكشن. الاندر فولتج بريزنتس ا بروبلم تو ذا جنريتور اونلي از ات افكتس ذا اوزيلاري سيستم. طب الاندر فولتج للجنريتور بيشكل مشكله في حاله لو بيأثر على الاوكسيلاري سيستم. اللو فولتج بريفنتس موتورز فروم ريتشينج ريتد سبيد. بيمنع الفولتج القليل بيمنع الموتورز من ان هي توصل للريتد سبيد اون ستارتنج. ما ينفعش الموتور يدور وبلو فولتج اور كوزز ذيم تو لوز سبيد اند درو هيفي اوفرلودز او بيفقد السرعه وبيسحب تيار كبير جدا. يبقى الاندر فولتج برضه خطير زي الاوفر فولتج. While the overload relays will eventually detect this condition, الاوفرلود ريليز بتحس بالكلام ده لانه الاوفرلود دايما بينتج عنده اندر فولتج. In many installations the low voltage may jeopardize production or affect electronic or digital controls. طبعا اللو فولتج بيأثر بخطوره على الانتاج وبيأفكت الالكترونيك والديجيتال كنترولز. in which case the motor should be quickly disconnected. في هذه الحاله لازم الموتور يتفصل باسرع ما يمكن. الموتور بيشغل خط انتاج يعني. Protection from low line voltage is a standard feature of AC motor controls. الحمايه ضد انخفاض الجهد اللو لاين فولتج ده عباره عن فيتشر للاي سي موتور كنترولز. The contactor will drop out instantaneously when the voltage drops below the holding voltage of the contactor coil. بيحصل في كونتاكتور بيعمل drop out بشكل instantaneous لما الفولتج بينزل عن ال holding voltage بتاع الكونتاكتور كنترول coil. If immediate loss of the motor is not acceptable, لو كان مش مستحب او مش مقبول ان احنا نحصل immediate loss للموتور. For example in a manufacturing plant لو في خط انتاج the contactor must have a DC or AC rectified coil and a time delay under voltage relay can then be used. يعني يبقى في contactor ومتوصل عليه او unit فيها under voltage relay بtime delay معين عشان ما نفصلش الموتور automatically في هذه الحالة. بعد كده عندنا ال over frequency protection واحنا قلنا ده ليه علاقة بال over speed. لو ال over frequency is related to the speed of the unit اليونت اللي هي المكنة يعني الجنريتور and is protected by the over speed device.
it is possible to use an over frequency relay as a backup to the mechanical devices. يبقى من المحتمل ان احنا نستخدم over frequency relay كباكب للميكانيكال ديفايسز. Again, if the unit is connected to a stable system, the generator cannot operate above the system frequency. لما لو كانت الجنريتور كونكتد للستيبل سيستم يبقى الجنريتور ما بيقدرش يشتغل اكبر من السيستم فريكونسي. However, if the system is dynamically unstable, لو كان بقى السيستم unstable with severe frequency exertions, طبعا الانستابيلتي او الانستابيلتي بيبقى فيها severe frequency exertions, تغيرات كبيره جدا في الفريكونسي, severe يعني خطيره. يبقى هنا في هذه الحاله over frequency relays can alter the operator, يبقى لازم can alert the operator, يعني الاوفر فريكونسي اللي هي الريليز اللي هي بتاعه الاوفر فريكونسي لازم هي تدي تنبيه للمشغل الاوبريتور. طبعا ده بيبقى في مركز التحكم. In general, the governing devices اللي هي السبيد جوفرنر اللي هي مرتبطه بالسبيد ليها علاقه طبعا بالفريكونسي. In general, the governing devices will protect the unit from over speed, but the system conditions must be addressed. ده بالنسبة للover frequency. احنا شفنا over frequency, over voltage, under voltage, loss of excitation, loss of synchronism, كل دي حاجات إضافية كوسائل protection للgenerators.